إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يدفعون أموال بالخفاء ملايير الأموال من أجل صد الناس عن الإسلام، والناس متعلقة بالإسلام، والناس تحب الإسلام، والناس تقبل على الإسلام. كان الله تبارك وتعالى قادراً ألا يجعلهم ينفقون ويبقى الناس على الإسلام، لكن الله يقول لهم أنفقوا من أجل أن يكفر الناس سوف يزداد الناس إسلاماً. لذلك بتسمع عن أوروبا الناس بأعداد هائلة بمجرد أن تقرأ عن الإسلام تدخل في دين الله أفواجه. الله يضيء بنوره في قلوبهم وفي مناطقهم، لأنه هاي هذا الدين مش أنا المسؤول عنه يا أخوان ولا أنت. نحن دائما بعد الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة. مين رب الدعوة؟ هو ربها وهو ينصرها. فإن استخدمنا في نصرة هذه الدعوة فيا فرحنا، أن يكرمنا الله أن نكون خادمين لهذه الدعوة، وإن لم يكرمنا فهذا يعني فعل الله يفعل ما يشاء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لذلك لا أحد يحمل رب العالمين مني أنه يدعو إلى الله، أنه أنا أدعو إليك. الله ليس بحاجتنا، نحن بحاجته، نحن بحاجته، تمام؟ أصلا لصالحنا أن ينتشر الإسلام بين الكفار، مو لصالح الكفار بس، ها، ولصالحنا أيضا، لصالحنا ولصالح الكفار. الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله ألف كتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يعني المسلمون عندما يتراجعون الخسارة تكون للعالم كله، والمسلمون عندما يرتفعون الفرح والخير والحبور يكون للعالم كله.